السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواني الأعزاء. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى سأقدم لكم وصفة لعلاج سحر الربط، إما بماء المرق مع السدر، إما بالبخور إن شاء الله تبارك وتعالى. واستجابة لرغبة إخواني وأخواتي الذين يراسلونني على الواتساب وعلى الفيس بإذن الله تبارك وتعالى سأقدم لكم هذه الوصفة هدية مني إليكم بإذن الله تبارك وتعالى. وإخواني أخواتي، هذه الوصفة لا بد الإنسان أن يكون يصلي. من شروط نجاح هذه الوصفة لا بد من الصلاة، ولا بد أن يعلق الإنسان قلبه بربه. لذلك لا يجب عليه أن يتوكل على الأشخاص وأن يعلق نفسه بالأسباب. الأسباب كلها يعني ثانوية، وإنما التوكل على الله عز وجل هو الذي يجعل في هذه المسألة الشفاء، في هذا السدر الشفاء، وفي هذا الماء المرق الشفاء، وحتى كلام الله عز وجل لن يضرك ولا ينفعك إلا بإذن الله تبارك وتعالى. فكلام الله يعلو ولا يعلى عليه، ولكن لا يضرك ولا ينفعك إلا بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا حققت التوكل وحققت الإيمان واستجبت لربك تبارك وتعالى في أفعالك وفي أقوالك، فإن الله عز وجل سينصرك وسيجعل لك في قنينة من الماء المرق شفاء لا يغادر سقما. لذلك إن شاء الله سنتوكل على الله عز وجل، وستأخذ أيها المصاب أيها المبتلى بإذن الله تبارك وتعالى. فإن الابتلاء، أقول لكم إن شاء الله أن الابتلاء تشريف لكم وليس تمريضا لكم. الابتلاء يشرفكم ويضعكم في مقام الأنبياء ربما، أو في مقام الملائكة أو غير ذلك، أو في بعض المقامات الكبرى. لذلك فإن الابتلاء يشرفك عند الله عز وجل ولا يجعلك حقيرا أو محتقرا عند الله تبارك وتعالى. فإن الابتلاء هو مكان سبقنا إليه الأنبياء واحتلوه في الدرجة الأولى. فالابتلاء مقام لا يصعد إليه إلا المخلصون، إلا المؤمنون الصالحون بإذن الله تبارك وتعالى. والذين يصبرون على الابتلاء هم المؤمنون حقا. وأبدأ إن شاء الله، ستأخذون إن شاء الله 5 لترات من الماء المرقي، وإن استطعتم إن شاء الله أن تحضروا السدر الأخضر، يعني 7 ورقات من السدر الأخضر، وتقومون بدقهم بشيء بحجرين أو بأشياء يعني عصرية، وتضعون هذه 7 ورقات السدر المدققة إن شاء الله والمطحونة. إذا كان أخضرا فجيد، وإن لم يكن أخضرا فلا بأس إن شاء الله أن يكون يعني من الأوراق التي توجد عند العطارين. تأخذون 7 أوراق من السدر، تضعونها مدققة إن شاء الله ومطحونة في 5 لترات من الماء. تقرأون بإذن الله تبارك وتعالى على هذه 5 لترات من الماء الفاتحة إن شاء الله 3، وآية الكرسي 3، وتقرأون عليه آية السحر إن شاء الله 7 بإذن الله تبارك وتعالى، وتقرأون المعوذات إن شاء الله 7 بإذن الله تبارك وتعالى. وعندما تنتهون من هذا الماء المرق بإذن الله تبارك وتعالى، تقرأون في هذا الماء بأنفسكم، يعني كما يقرأ على هذا الماء مثلا، تقرأون بسم الله الرحمن الرحيم وتنفثون، تقرأون وتنفثون على 5 لترات من الماء بإذن الله تبارك وتعالى. لما تنتهوا من الماء، هذا الماء يصلح للشرب ويصلح بإذن الله تبارك وتعالى للاستحمام بهذا الماء لمدة 7 أيام بإذن الله تبارك وتعالى. وقبل أن تستحم بهذا الماء عليك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة فما فوق، وتستغفر الله تقريبا 100 مرة فما فوق، كي إن شاء الله يستجيب جسدك لهذا العلاج. ولا بد كما قلت أن تكون تصلي، وإذا كانت المرأة معذورة عند عذر الشريف فلا يجوز لها أن تفعل هذه الطريقة حتى تكون في مقام الصلاة بإذن الله تبارك وتعالى. يعني تستعمل هذه الطريقة للاستحمام والشرب لمدة 7 أيام، فلا بأس إن شاء الله أن تداوم عليها لمدة 15 يوما. أما الطريق والطريقة الثانية لعلاج سحر الربط سواء عند الرجال والنساء، فهي بالبخور. يعني تأخذ المرأة أو الرجل مبخرة بإذن الله تبارك وتعالى، عصرية أو مبخرة من الطين، تضع في إن شاء الله السدر أو والحلتيت إن شاء الله والحبة السوداء والفجل، إن استطعت أن تضعهم 4 فجيد، وإن وضعت 3 إن شاء الله فلا بأس. المهم السدر قلت والحلتيت والحبة السوداء والفجل، هذه 4 إن وضعتها فجيد جدا بإذن الله تبارك وتعالى. وتضعهم في مبخرة، وعندما يصعد البخور يضعهم الإنسان سواء الرجل أو المرأة، يضعهم تحت حزامه ويربط الحزام إن شاء الله، ويربط الحزام بإذن الله تبارك وتعالى، ويجعل البخور تطلع مع العورات بإذن الله وتطلع مع الرحم. وهذه الطريقة للتبخير
بالنسبة للنساء أو الرجال، إنسان إذا كان يعني عنده وقت فليبخر بها 3 أيام، إذا كان الإنسان بإذن الله تبارك وتعالى عنده وقت فليقوم بالتبخير 3 مرات في اليوم لمدة 7 أيام بإذن الله تبارك وتعالى، فإن رأى تحسن بإذن الله تبارك وتعالى كبيرا في جسده فلا يمكن أن يحبسها حتى يبقى فيها 3 أسابيع 21 يوما تقريبا. وإن كان الإنسان عنده شغل كثير وموظف إلى غير ذلك من أعمال فعلى أن يبخر مرتين تقريبا قبل النوم، يقوم بالتبخير مرة ويرتاح إن شاء الله ساعة أو ساعة ونصف ويقوم بالتبخير مرة ثانية، فهذا إن شاء الله سيجعله كأنه قام بالتبخير يوما كاملا بإذن الله تبارك وتعالى. إخواني أخواتي، لا تنسوا الاشتراك في قناتي بإذن الله تبارك وتعالى، وسأقدم لكم بإذن الله تبارك وتعالى جميع من الوصفات بإذن الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.